بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الاستمرارية والاشتقاقية والمناقشة البيانية لرقم 1. إذن لننطلق على بركة الله. قال F الدالة العددية المعرفة بالعبارة F لـ X تساوي القيمة المطلقة لـ X ناقص 2 زائد 1 على X ناقص 1. أولا أبنائي، هنا الدالة تحتاج إلى مجموعة التعريف. إذن هنا أولا قبل كل شيء علينا أن نعين. إذن نقول تعيين دي اف، يعني مجموعة تعريف هذه الدالة. نقول دي اف حيث ماذا أبنائي؟ حيث المقام هذا لا يساوي صفر. أما هذه القيمة المطلقة لا تهتم لها يا أبنائي. إذن تصبح لنا x ناقص 1 لا يساوي الصفر، لأن في الرياضيات لا يوجد عدد على الصفر. ننقل هذا إلى هنا فتصبح لنا x لا يساوي الواحد. ما معناه؟ معناه لو نعوض هنا بالواحد تصبح لنا صفر، وهذا غير موجود في الرياضيات. ما معناه؟ معناه نقول دي f، يعني مجموعة تعريف الدالة f، تساوي لنا كل الأعداد الحقيقية R ما عدا ذلك العدد الذي يعدم المقام اللي هو الواحد. إذا مجموعة تعريف الدالة أصبحت R ما عدا، تقرأ هذه R ما عدا الواحد فقط يا أبنائي. الآن بعدما عينا مجموعة تعريف الدالة، جاء السؤال الأول، قال أدرس استمرارية وقابلية اشتقاق الدالة F عند x صفر يساوي لنا الاثنان. يا ترى لماذا اختار الاثنان؟ لأن الاثنان هو الذي يعدم هذه العبارة التي موجودة في القيمة المطلقة. والدليل على ذلك لو قلنا x ناقص اثنان بالقيمة المطلقة تساوي الصفر، لو نعوض هنا بالاثنان تصبح كم هذه العبارة؟ تصبح لنا صفر. الآن قبل ما ندرس الاستمرارية وقابلية الاشتقاق علينا أن نأتي إلى عنوان اللي هو كتابة، هذا عنصر هام لما نجد القيمة المطلقة، كتابة f dx بدون رمز القيمة المطلقة. هذا دائما عنصر أساسي. إن أعطي لك في السؤال، مرات يعطى لك اكتب f dx بدون رمز القيمة المطلقة، إن لم يعطى عليك أن تمر على هذه المرحلة. فنقول f لـ x تساوي f لـ x تساوي، هنا أبنائي تساوي لها عبارتان. يقول أحدكم لماذا يا أستاذ؟ ممكن حتى تأخذ أربع عبارات حسب عبارة هذه الدالة. نتابع جيدا. إذن هنا ما الذي يجعلها يا أبنائي يوجد لها عبارتان اللي هي هذه القيمة المطلقة؟ القيمة المطلقة هذه اللي هي x ناقص 2، هذه العبارة يمكن لها أن تأخذ قيمتان. اولا لاحظوا، لو ناتي الى وضع جدول الاشاره لمن للقيمه لتلك اكس ناقص 2، اذا قلنا هنا اكس ناقص 2، هنا الناقص ما لا نهايه وهنا الزائد ما لا نهايه، اين تنعدم تلك العباره يا ابنائي؟ هذه تنعدم عند الاثنان. ناتي هكذا نقول هنا نفس وهنا عكس قيمه اللي هي مضروبه بالاكس اللي هي واحد. فماذا تقول القاعده؟ تقول القاعده من هذا المجال الى هنا، من الناقص ما لا نهاية إلى الاثنان، العبارة تضرب في ماذا؟ في ناقص. فتصبح لنا أضرب هذه العبارة في ناقص هذه التي بالداخل، تصبح لنا ناقص x زائد 2 لأن ضربناها في ناقص. ثم هذه لما x فيها، ما زلنا مع العبارة هذه لوحدها، لما x أقل أو يساوي لنا الاثنان، وتضرب في ماذا؟ تضرب في الزائد. ما معنى تضرب في الزائد؟ هذه نضربها في الزائد، معناها تبدأ لنا تساوي لنا x ناقص 2 هنا وهنا، إذا كان x أكبر أو يساوي لنا الاثنان. هذه فيما يخص ماذا؟ هذه فيما يخص هذه العبارة فقط. أما عبارة الدالة فكيف تصبح يا أبنائي؟ تصبح لنا كالتالي، تصبح لنا هنا x، لاحظوا تصبح لنا هنا قلت x ناقص 2، ثم عندنا زائد، تبقى دائما زائد 1 على x ناقص 1. هنا إذا كان، لاحظوا أبنائي، إذا كان الـ x أكبر أو يساوي لنا الاثنان. هذه النقطة الأولى. وتأخذ العبارة الثانية اللي هي هذه، انظروا جيدا،
اللي هي ناقص إكس زائد 2 زائد ماذا؟ زائد 1 على إكس ناقص 1. يقول أحدكم لكن هذا لماذا لم يتغير أستاذ؟ لأن لا يوجد فيه القيمة المطلقة. إذا كان هنا الإكس، لاحظوا الإكس هنا ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى ماذا؟ إلى الواحد مفتوح اتحاد، عفوا اتحاد من الواحد، عفوا لاحظوا اتحاد قلت من الاثنان، نعم من الواحد، ركزوا أبنائي، من الواحد إلى اثنان هكذا. وهنا كذلك يمكن أن نقوم نكتبه على شكل مجال حتى لا تختلط عليكم الأمور. وهنا كذلك نقول إكس ينتمي من الاثنان إلى زائد ما لا نهاية. ما معنى أبنائي؟ لأن هنا من الإكس، ركزوا، لأن هذه العبارة كليا يوجد لها هنا الناقص الواحد الذي يعدم المقام هو الذي حدد هذا المجال. لاحظوا هنا كيف كتبنا، كتبنا إكس أقل من الاثنان، لكن لما ندخل إلى عبارة الدالة ونستثني هذه القيمة يجب أن نحترم الواحد، فنقول إكس ينتمي من الناقص واحد، من الناقص إلى الواحد اتحاد من الواحد إلى الاثنان، لأن العبارة أصبحت عبارة كما تلاحظون يا أبنائي مركبة، يعني فيها هذا الجزء وهذا الجزء. إذا هذه هي عبارة الدالة بدون ماذا نقول؟ بدون رمز القيمة المطلقة، وهي التي نكمل معها العمل إلى آخر المطاف. هذه هي العبارة، أرجو أن فهمتم الفكرة. إذا القيمة المطلقة هي مفترق الطرق لهذه العبارات. إذا بعدما كتبنا هذه العبارة بدون رمز القيمة المطلقة وقلنا أنه هذا هو الذي أثر عليها، أما هذا فلا يؤثر. لماذا؟ لأن لا يوجد له القيمة المطلقة. الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى الأسئلة التي جاءت. ما هي الأسئلة؟ قال أدرس الاستمرارية. إذا نقول دراسة استمرارية F عند الفاصلة x 0 تساوي لنا 2. في رأيكم لماذا اختار الاثنان؟ لأن هي مفترق الطرق، انظروا هي التي غيرت هنا وهنا، لأن دائما في الاشتقاقية والاستمرارية كل علاقة مع هذه العبارة التي تؤثر في القيمة المطلقة، لأن القيمة المطلقة هنا أين تنعدم هذه البعد؟ عند الاثنان. إذا ها هو اختار أمامكم الاثنان، ثم قال فسر نتيجة هندسيا أو بيانيا. نحن نعلم أبنائي أن الاستمرارية ماذا تقول القاعدة؟ تقول ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى إكس صفر من اليمين من اليسار تساوي لنا ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى إكس صفر من اليمين، يعني بقيم أكبر وبقيم أصغر، يجب أن نجدها تساوي لنا اف لإكس صفر. إذا وجدنا هذه العلاقة يا أبنائي فنقول أن الدالة مستمرة عند الإكس صفر. هنا عندنا الإكس صفر، ما هو مثالنا؟ ها هو الإكس صفر اللي هو اثنان، معناه هنا الاثنان وهنا الاثنان وهنا الاثنان هكذا. أولا نقوم بحساب F لإثنان، تعالوا نحسب F لإثنان، يعني نعوض الدالة بإثنان. هنا تعالوا نعوض إثنان وهنا إثنان، هنا كم؟ صفر، يعني لا تؤثر صفر. وهنا كم تصبح لنا؟ تصبح تساوي لنا واحد على إثنان ناقص واحد اللي هو واحد. إذا F لإثنان أعطت لنا واحد، هذه تذكروا أنه F لإثنان أعطت لنا واحد، ها هي أمامكم، انظروا جيدا. الآن نأتي نقول ليميت F لإكس لما الإكس يؤول إلى الإثنان بقيم أقل تساوي، ماذا تساوي؟ تساوي لنا ليميت، انظروا جيدا، ما زال الإكس يؤول إلى الإثنان بقيم أقل. يا أبنائي بقيم أقل، بقيم أقل معناها الإكس يكون ينتمي في هذا المجال. إذا ما هي العبارة التي نأخذها؟ نأخذ هذه العبارة، احذروا من هذه الأمور، نأخذ العبارة التي يكون الإكس، لأن هذه هنا الإكس أقل من إثنان. إذا نأخذ العبارة هذه أكرر، فتصبح لنا ليميت ناقص إكس زائد إثنان
زائد واحد على إكس ناقص واحد هكذا تساوي. تعالوا الآن نعوض. لو نعوض هنا بالاثنان وهنا باثنان كم؟ هذه صفر وهذه أعطت لنا واحد. انظروا جيدا. إذا ركزوا، وكم وجدنا هنا؟ وجدنا الواحد. نأتي الآن إلى الجهة الأخرى اللي هي ليميت اف لإكس. لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر تساوي ليميت الإكس يؤول إلى اثنان بقيم أكبر. نأخذ يا أبنائي هذه العبارة دائما اللي هي إكس ناقص اثنان زائد واحد على إكس ناقص واحد وتساوي. إذا لما نعوض هنا بالاثنان وهنا بالاثنان، هذه صفر وهذه واحد. انظروا هل تحقق هذا التعريف أم لا. نقول ومنه ليميت اف لإكس تساوي لنا ليميت اف لإكس. انظروا جيدا معي هكذا. لما الإكس هنا يؤول إلى الاثنان بقيم أقل، وهنا لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر، أعطت لنا اف لإثنان وكلهم أعطى لنا واحد. هل تحقق هذا التعريف؟ نعم. إذا ماذا نقول؟ نقول ومنه اف مستمرة عند النقطة ذات الفاصلة كم؟ الفاصلة اثنان، لأنها هي إكس صفر. كتفسير بياني أي المنحنى سي مستمر، أي ليس متقطع، متقطع عند النقطة هذه أ، إذا سميناها الفاصلة كم؟ اثنان، والترتيب وجدناها ها هي أمامكم أبنائي اللي هي واحد. إذن يعني لما نقوم بعملية الرسم عند هذه النقطة، لا يمكن أن لما نصل إلى هنا هكذا نتوقف، لا، نكمل عادي هكذا، حتى ولو كان مثلا الرسم هكذا ثم هكذا، ها هي تلك النقطة. النقطة المهم عندها مستمر، معناها القلم لا يرفع أثناء الرسم، لا يرفع أثناء الرسم. هذا هو كتفسير بياني للاستمرارية. الآن بعد ما أكملنا مع الاستمرارية، نأتي إلى الاشتقاقية. ركزوا جيدا، لأن كذلك طلب منا أن نقوم بالاشتقاقية. إذا نقول قابلية الاشتقاق، إذا دراسة قابلية الاشتقاق الدالة F عند x صفر تساوي لنا 2. أولا، ما هو قانون قابلية الاشتقاق، أو ما هو قانون الاشتقاقية بكل بساطة، تقبل أم لا تقبل هذا لا يهم، المهم قابلية الاشتقاق. نقول، تقول قاعدة ليميت، هكذا تقول قاعدة ليميت، ثم نأتي بخط f لx ناقص f لx صفر على x ناقص x صفر لما x يؤول إلى x صفر تساوي لنا f فتحة ل x صفر. هكذا حتى تتعلم. الآن ما هو ال x صفر في هذه الحالة؟ ها هو أمامكم اللي هو 2، معناه هنا نعوض بإثنان وهنا بإثنان وهنا بإثنان وهنا بإثنان. نقول على الدالة أنها قابلة للاشتقاق إذا وجد من اليمين يساوي لنا من اليسار، معناه مرة هكذا ومرة هكذا، وإذا وجدناهم متشابهتان فنقول أنها قابلة للاشتقاق. تعالوا الآن ننطلق بجهة. أولا إذا كان الإكس ينتمي يا أبنائي إلى ماذا؟ إلى من الاثنان إلى الزائد ما لا نهاية. من الاثنان قلت إلى الزائد ما لا نهاية. نلاحظ هل هي قابلة للاشتقاق أم لا؟ إذا نقول هكذا ليميت، يعني ندرس الاشتقاقية على اليمين. ليميت ماذا؟ اف لإكس هنا، بما أن انطلقنا بهذه الجهة علينا أن نأخذ هذه العبارة. اف لإكس يصبح لنا إكس زائد إث، عفوا، إكس
ناقص 2 ناقص 1 على x ناقص 1 ناقص f لاثنان، ها هي القيمة كم؟ اللي هي 1 على x ناقص 2، لما الاكس يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر، هذه بقيم أكبر تساوي. هنا نكمل رويدا رويدا ليميت، ولا تتعجلوا أبنائي. هنا عندنا هذا مع هذا كم يصبح؟ يصبح لنا 3، لاحظوا جيد، يصبح لنا ناقص 3، معناه هنا يمكن أن نقول هنا ناقص 3، عفوا ناقص 3. ما رأيكم لو نوحد المقام هنا هكذا x ناقص 1 وهنا نضرب في x ناقص 1؟ لم أفعل شيء، أنا أقوم بتوحيد المقام، فتصبح لنا ماذا؟ x ناقص 1 في x ناقص 3، لاحظوا جيدا عندنا هنا زائد، عفوا إذا نكتب هنا زائد خطأ فقط، زائد 1، نعتذر وأكرر، هنا عندنا زائد ليس ناقص، أنا قلت ناقص، على x ناقص 1 وهنا x ناقص 2، لما x يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر. عندنا كسر على كسر، تقول القاعدة ماذا تساوينا؟ تساوينا الأول يبقى والثاني ينقلب، معناه تصبح لنا ليميت، انظروا جيدا، أن إذا تصبح لنا x ناقص 1 في x ناقص 3، لاحظوا زائد 1 على x ناقص 2 في x ناقص 1، لم أفعل شيء، أنه هذا يبقى وهذا ينقلب، من خواص القصور يا أبنائي. لا تقول ماذا فعل، قلت هذا يبقى وخط الكسر الكبير ها هو، فهذا ينقلب يصبح 1 على x ناقص 2، إذا البسط في البسط والمقام في المقام، نفس النتيجة، لما x يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر تساوي. نبقى نحاول، تصبح لنا هكذا x ما زال يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر، لا تنشروا في المقام، أتركوا الأمور كما هي اللي هي x ناقص 2 في x ناقص 1، البسط علينا أن نكمل النشر، تصبح لنا هذا في هذا اللي هو x مربع، وهذا في هذا ناقص 3x، وهذا في هذا ناقص x، وهذا في هذا زائد 3 زائد 1، فتصبح لنا ليميت، تابعوا جيدا هكذا أبنائي، x مربع ناقص 4x زائد 4 على x ناقص 2، قلت ناقص 2 في x ناقص 1 مع x ما زال يؤول إلى 2 بقيم أكبر تساوي. لكن لو نلاحظ جيدا يا أبنائي إلى البسط، إنه متطابقة الشهيرة رقم 2، لاحظوا جيدا، هي اللي هي x ناقص 2 الكل مربع، انشروا انشروا، سوف تلاحظون بأم عينكم، مربع الأول اللي هو x مربع ناقص ضعف الابتداء اللي هو ناقص 4x زائد مربع الثاني اللي هو 4، لم أفعل شيء، إنما لاحظتها بعيني فقط. إن لم تعرفوها بعينكم قوموا بحساب مميز تجدوه يساوي صفر، تقبلوا حلا مضاعفا سوف تجدونه هذا الذي وجدناه بكل بساطة، على x ناقص 2 في x ناقص 1 لما ال x يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر، انظروا يذهب هذا مع هذا، واحد من البسط فقط ليس كلاهما، يصبح لنا ليميت x ناقص 2 على x ناقص 1 لما ال x يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر. الآن ما علينا إلا أن نعوض ولا نخاف، تعالوا عوض الآن بإثنان من هنا وبإثنان من هنا، البسط 2 ناقص 2 اللي هو صفر، على ماذا؟ على 1، وتساوي لنا صفر. إذا هذه القيمة، أكرر، هذه القيمة يا أبنائي تساوي لنا صفر. إذا العدد المشتق عند على يمين، على يمين ماذا؟ قلت على يمين الفاصلة 2، على الفاصلة 2 عند النقطة ذات الفاصلة 2 تساوي لنا صفر. هذا ماذا يعني يا أبنائي؟ هذا قلت ماذا يعني لما نجد شيئا مثل هذا؟ له معنى، ما هو المعنى؟ إذا حسبنا الاشتقاقية أو العدد المشتق عند يمين الاثنان ووجدناها صفر، أن هذا يمثل معامل توجيه تلك الممس، وسوف نفسر ذلك، وسوف نفسر ذلك، ركزوا أرجوكم. إذا تذكروا أن بقيم أكبر وجدناها كم؟
صفر. نأتي الآن بقيم أصغر. إذا كان إكس ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى ماذا؟ إلى الواحد اتحاد، من الواحد إلى الاثنان. أولا لاحظوا جيدا وركزوا معي أرجوكم، في العبارة الأولى التي وجدناها اللي هي هذه، لاحظوا جيدا اللي هي هذه، نقول الدالة F تقبل الاشتقاق على يمين، على يمين العدد اثنان، تقبل الاشتقاق على يمين. سوف الآن نبحث هل تقبل الاشتقاق على اليسار، هذا هو هدف ذلك. تابعوا جيدا أبنائي نقطة نقطة، لاحظوا معي أرجوكم كي تتعلموا يا أبنائي. الآن بعد ما تحدثنا عن تلك، نأتي إلى الأمر الثاني. قلنا إذا كان إكس ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد اتحاد، من الواحد إلى الاثنان، نلاحظ هل هي تقبل الاشتقاق؟ نحن نقوم بعملية تفكيك، تصبح لنا هنا إكس يؤول إلى الاثنان بقيم أقل، هنا إكس ناقص اثنان كما تلاحظون هنا جيدا، فتصبح لنا ليميت، لكن نأخذ العبارة هذه، أكرر أنها بقيم أقل، فتصبح لنا ناقص إكس زائد اثنان زائد واحد على إكس ناقص واحد، ناقص ماذا؟ ناقص أف لي اثنان، قلنا أنها تساوينا كم؟ تساوينا واحد، حسبناها في الأول، حسبناها في الأول، وها هي حتى لا تقولوا من أين أتي بهذه الأشياء، ها هي أمامكم، على إكس ناقص اثنان، لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أقل، هنا كذلك بنفس الخطة، تصبح لنا ليميت، انظروا جيدا، تصبح لنا هنا هذا مع هذا كم؟ تصبح لنا ناقص إكس زائد واحد زائد واحد على إكس ناقص واحد، المقام يبقى كما هو اللي هو إكس ناقص اثنان، لما الإكس يؤول إلى اثنان بقيم أقل. نفكر في توحيد المقام اللي هو ليميت، هكذا مثل ما فعلنا في الأول، ناقص إكس زائد واحد في إكس ناقص واحد زائد واحد اللي هو هذا زائد واحد، والمقام بما أن وحدنا المقام يصبح إكس ناقص اثنان في إكس ناقص واحد بقاعدة المقلوب فقط، يعني حتى تفهموا مثل ما فعلنا في المثال الأول، لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أقل تساوي، هنا كذلك لا تنشره في المقام، البسط يمكن أن تنشره لكن المقام اتركه كما هو، يصبح لنا ليميت، البسط يصبح لنا ناقص إكس مربع، يعني هذا في هذا ثم هذا في هذا زائد إكس ثم هذا في هذا زائد إكس ثم هذا في هذا اللي هو ناقص واحد زائد واحد على إكس ناقص اثنان في إكس زائد ناقص واحد، لما الإكس يؤول إلى اثنان بقيم أقل. عندنا أولا هذا ذهب مع هذا، انظروا الأمور بدأت تتوضح جليا، فتصبح تساوي لنا ليميت، هنا تصبح لنا أكيد اثنان إكس، نستخرج ماذا؟ ما رأيكم أن نستخرج الناقص إكس كعامل مشترك من هذه وهذه؟ قلت نستخرج الناقص إكس، فتصبح لنا ناقص إكس في إكس ناقص اثنان، أعد النشر سوف تجدون الكلام مازال حقيقي، هذا في هذا كم؟ ناقص إكس مربع، وهذا في هذا زائد اثنان إكس، لم أفعل شيء. يقول أحدكم لكن لماذا؟ حتى يحدث الاختزال مع هذه العبارة، على إكس ناقص اثنان في إكس ناقص واحد، ما زال الإكس يا أبنائي يؤول إلى الاثنان بقيم أقل، لاحظوا ها هو قد ذهب، تصبح تساوي لنا ليميت ناقص إكس على إكس ناقص واحد، لما الإكس يؤول إلى اثنان بقيم أقل، تعالوا نعوض هنا بالاثنان، تصبح لنا ناقص اثنان على اثنان ناقص واحد، وتساوي لنا كم؟ ناقص اثنان. إذن العدد المشتق عند ماذا؟ عند على يمين العدد، على اليمين الإكس يساوي لنا، على يسار إكس يساوي لنا اثنان، أصبحت ناقص اثنان. لاحظوا جيدا.
إذن هنا يا أبنائي وركزوا معي أرجوكم كي تتعلموا. لاحظوا، إذن هنا بقي من أقل، هنا أعطت لنا ناقص 2، فماذا نقول؟ نقول الدالة آف تقبل الاشتقاق على يسار يسار العدد ماذا؟ العدد 2. هذا الأمر مفروغ منه الآن. لكن ماذا؟ لكن أن وجدنا ليميت، انظروا جيدا، اف لإكس ناقص اف لإثنان على إكس ناقص 2، لما الإكس يؤول إلى 2 بقيم أقل لا يساوي ليميت اف لإكس ناقص اف لإثنان على إكس ناقص 2 لما الإكس يؤول إلى 2 بقيم أكبر، عفوا بقيم أكبر، أي ماذا؟ أي أنه صفر أو ناقص 2 لا يساوي صفر. من جهة وجدنا هذا وجدناه ناقص 2، وهذا وجدناه صفر العدد المشتق. إذن فنقول ومنه الدالة اف لا تقبل الاشتقاق عند اكس صفر يساوي لنا 2، لا تقبل الاشتقاق. إذن ركزوا أرجوكم، بما أنها لا تقبل الاشتقاق عند، فنقول التفسير البياني، التفسير البياني. التفسير البياني معناه الأمر متعلق بالمنحنى. نقول سي اف يقبل نصفين مماسين اللي هو تي وتي فتحة، معامل توجيه تي اللي هو على يمين هنا، معامل التوجيه هو اللي هو صفر. وبما أن معامل التوجيه هو صفر، ركزوا معي هنا، تذكر معامل التوجيه إذا كان صفر هو ميل المماس، فنجد أن المشتق أكيد سوف تنعدم عند هذه الاثنان، لأن معامل التوجيه إذا كان يساوي صفر للمماس فاعلموا أن المشتق هناك تنعدم، هذه قاعدة. معامل التوجيه تي معادلته ماذا تصبح؟ تصبح لنا معادلته، حتى تفهموها أبنائي نفسي كليا، معادلته إيغريك يساوي لنا اف فتحة لي 2 في اكس ناقص 2 زائد اف لي 2. إيغريك يساوي اف فتحة لي 2، ها هي قيمتها كم؟ وجدناها بقيم الآن بقيم أكبر. وجدناها صفر، معنى تصبح لنا صفر في اكس ناقص 2 زائد اف لي 2، اتفقنا عليها أنها واحد، ويصبح لنا إيغريك يساوي هنا الصفر لما يأتي إلى هذه الكلية يجعلهم صفر، يصبح لنا واحد. إذن هذه هي معادلة تلك نصف المماس، تذكروها اللي هي إيغريك. إذن هذا التي معادلته إيغريك يساوي لنا كم؟ يساوي لنا واحد، اللي هو مستقيم أفقي. الآن هذه فيما يخص مع التي، نأتي الآن مع التي فتحة، و تي فتحة معامل توجيهه ما هو؟ معامل التوجيه هو ناقص 2، ناقص 2، ركزوا. إذن بما أن معامل التوجيه هو ناقص، يصبح معادلته تساوي لنا اف فتحة إيغريك يساوي لنا اف فتحة لي 2 في إكس ناقص 2 زائد اف لي 2. هذه هي معامل التوجيه، قلنا هذا هو العدد، يصبح لنا إيغريك يساوي لنا ناقص 2 في إكس ناقص 2 زائد اف لي 1 اف لي 2 وجدناها 1، فيصبح لنا إيغريك يساوي لنا ناقص 2 إكس، أنا أقوم بعملية النشر هكذا ثم هكذا، زائد 4 زائد 1، فيصبح لنا إيغريك يساوي لنا ناقص 2 إكس زائد 5. هذه إذن التي فتحة يا أبنائي معادلته، اللي هو نسمة ماس ليس ماس، يصبح لنا إيغريك
يصبح ناقص 2 إكس زائد ماذا؟ زائد 5. إذن هكذا إذن الدالة، نقول إذن هذه الدالة كيف هي يا ابني؟ أصبحت لا تقبل الاشتقاق عند ماذا؟ عند الاثنان. ما معناه؟ معناه تقبل نقطة تسمى نقطة الزاوية. معناه إذا كان مثلا هكذا في هذه النقطة اللي هي الفاصلة اثنان، هنا الاثنان، يصبح مثلا هنا يأتينا هكذا، مثلا هكذا تسمى هذه النقطة التي تقبل ماذا؟ تقبل نصفين بس، كان نقطة زاوية بالنظام القديم كانت تسمى نقطة الزاوية، الآن نسميها أن الدالة تقبل نصفي مماسين. وها معادلة كل واحدة منهما قد ذكرت، وها هما يا أبنائي فقط. إذا هنا الدالة تصبح كيف هي؟ لا تقبل الاشتقاق. الآن هذا فيما يخص هذا السؤال الذي له مغزى كبير في الدول الأكثرية، الدول صاحبة القيمة المطلقة فقط. الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال، قال أدرس تغيرات الدالة F. إذن هنا نقول دراسة تغيرات الدالة ماذا؟ F. هنا في دراسة تغيرات الدالة F أولا نتحدث عن النهايات، أن النهايات لم يطرح لها سؤال، لكن هو بما أنه لم يطرح علينا نحن أن نطرح تلك السؤال. نحن قلنا أن دي اف تساوي لنا ار ما عدا ماذا؟ ما عدا الواحد. لو نفككها على شكل مجال تصبح لنا من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد اتحاد من الواحد إلى الزائد ما. نحن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن مجموعة التعريف، ليس عن المشتق، لأن المشتق بما أن الاثنان هنا سوف نتحدث على ذلك. يوجد لنا أربع نهايات، ننطلق في الأولى اللي هي ليميت اف لي اكس لما الاكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية تساوي، يعني أول نهاية اللي هي هذه هي أبنائي. هنا بما أن الاكس الناقص ما لا نهاية، ها هي أمامكم، انظروا، فنأتي نستعمل هذه العبارة، تصبح لنا ليميت ناقص إكس زائد اثنان زائد واحد على إكس ناقص واحد لما إكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. عندنا هذه مشهورة أنها تعطيكم صفر، اعلموها أن واحد على ما لا نهاية تعطيكم صفر، فما علينا إلا أن نعوض هنا، كأنما نعوض هنا بالناقص، ناقص ما لا نهاية، وهذا الناقص ماذا يجعلها؟ يجعلها زائد ما لا نهاية، يجعلها ماذا؟ يجعلها زائد ما لا نهاية. الآن نأتي إلى النهاية هذه عند الزائد ما، عند الزائد ما كذلك نقول ليميت اف لي اكس لما الاكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي ليميت ما زال الاكس يؤول إلى زائد ما، لكن ها هي الزائد ما لا نهاية. إذا نستعمل هذه العبارة فتصبح لنا ليميت ماذا؟ ليميت إكس ناقص اثنان زائد واحد على إكس ناقص واحد هكذا، هذه واحد على ما لا نهاية صفر. عوض الآن هذه هنا، ماذا تعطي لكم؟ تعطي لنا زائد ما لا نهاية فقط. إذا حسبنا النهاية عند الناقص ما زائد ما وجدناهما متساويتان. الآن نأتي الآن إلى النهاية عند العدد اللي هي ليميت، يعني هنا عند رقم ثلاثة عند الواحد، ليميت الآن عند الواحد بقيم أقل معناه نأخذ هذه العبارة، تصبح لنا ناقص إكس زائد اثنان زائد واحد على إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل. لكن عندنا نهاية شهيرة سوف أذكركم بها، اللي هي ليميت واحد على إكس ناقص أ لما إكس يؤول إلى أ بقيم أقل، هذه مشهورة أنها تساوي الناقص ما لا نهاية. الأ هنا ما هو؟ ها هو الأ اللي هو الواحد. إذن هذه أعطت لكم كم؟ أعطت لنا الناقص ما لا نهاية باستعمال هذه القاعدة. عوضوا الآن هنا بواحد، أصبح لنا ناقص واحد زائد اثنان، هذه مهما كان تعطيكم واحد، وهذا لا يؤثر، إذا مهما كان
المال نهاية لا يبقى معها أحد، إذا تبقى لنا ناقص مال نهاية، إذا هذه أعطت لنا ناقص مال نهاية. الآن بقيم أكبر، ليميت، بقيم أكبر نستعمل ماذا؟ بقيم أكبر كذلك نستعمل هذه العبارة، لأن ما زال هنا الواحد، يعني هذه يمكنكم الاستغناء عنها كليا لأننا نتحدث مع الواحد ليس مع الاثنان. فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ناقص x زائد 2 زائد 1 على x ناقص 1 لما الاكس يؤول إلى الواحد بقيم أكبر. بقيم أكبر هنا نعكس إلا هذه، وتصبح حسب القاعدة تعطيكم زائد من هذه مشهورة، تصبح لنا زائد ما لا نهاية. إذا هذه تصبح لكم زائد ما لا نهاية، وعوضوا هنا مع تعطيكم واحد، الواحد مع ما لا يتبقى لنا دائما كم يا أبناء، يصبح لنا زائد ما لا نهاية. كتفسير بياني لهذه النهاية عند الواحد نقول إكس يساوي لنا واحد مستقيم مقارب عمودي أو شاقولي أو موازي لمحور التراتب. دائما لما تحسب النهاية عند عدد وتجدها ما لا نهاية، انظر عدد ما لا نهاية، فنقول أن إكس يساوي ذلك العدد أنه مستقيم كيف هو مقارب عمودي. احفظوا هذه الفكرة. الآن بعدما أكملنا أبنائي مع النهايات، نأتي الآن إلى المشتقة. لاحظوا جيدا أبنائي، نقطة نقطة. إذا نأتي أول نقول المشتقة، إذا المشتقة أولا نكتب الدالة، لاحظوا الدالة آف قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على المجال، لو تلاحظوه يا أبنائي، على R زائد، إذا دي اف على R ما عدا الواحد وماذا؟ وما عدا اكس صفر يساوينا الاثنان، لأنها لا تقبل، قلنا الاشتقاق عند ماذا؟ عند اكس يساوي اثنان، فهي لا تقبل على مجموعة تعريفها اللي هو R ما عدا الواحد زائد هذا العدد يجب علينا أن نستثنيه، معناها تصبح تقبل الاشتقاق على المجال من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد مفتوح اتحاد، من الواحد إلى الاثنان مفتوح اتحاد، من الاثنان إلى زائد ما لا نهاية، الدالة غير قابلة للاشتقاق عند الاثنان. الآن نأتي بالعبارة، ها هي هنا، نأتي هنا كذلك بأن يوجد لنا عبارتين للدالة، فهنا نجد مشتقتان. إذا ننطلق لنقسمها على الآن. أولا نقول إذا كان الإكس ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد مفتوح اتحاد، من الواحد إلى الاثنان لكن مفتوح، لاحظوا بالرغم هنا مغلق لأننا نحن نتحدث عن أمر اسمه المشتقة، فتصبح لنا أبنائي آف فتحة لإكس تساوي، إذا نستعمل هذه العبارة، ناقص إكس لما نشتقه يصبح لنا ناقص واحد، والإثنان لما نشتقه يصبح صفر، زائد عندنا مشتق واحد على إكس ناقص واحد، مشتقها هو مشتق البسط اللي هو صفر في المقام، ناقص مشتق المقام هذا صفر والإكس مشتقه هو واحد في البسط على المقام مربع، فيذهب هذا إلى الصفر، وهنا تعطيكم كم؟ ناقص واحد على المقام مربع، إذا أصبح لنا هنا ناقص واحد على إكس ناقص واحد الكل مربع، لم أفعل شيء يا أبنائي، إنما أنا أطبق في القوانين فقط، هذه هي المشتقة، وهذه المشتقة لو تدققوا معي يا أبنائي في هذا المجال إنها قيمة سالبة تماما، لماذا؟ لأن الناقص واحد أقل من الصفر، والناقص واحد على إكس ناقص واحد الكل مربع هذه أقل من الصفر مهما كان، لأن المقام موجب ومضروب في ناقص يصبح لنا سالب. إذا نقول في هذه الحالة، نقول بكل بساطة الدالة اف كيف هي؟ متناقصة تماما على المجال، ما هو أبنائي؟ هنا المجال الذي نتحدث عليه اللي هو من ناقص ما لا نهاية إلى واحد اتحاد، من الواحد إلى الاثنان هكذا مفتوح. إذا تذكروا الدالة كيف هي متناقصة. نأتي الآن إلى الحالة الثانية، لما يكون إكس
إكس ينتمي إلى المجال ما هو؟ اثنان مفتوح لأن الدالة غير قابلة للاشتقاق إلى غاية الزائد ما لا نهاية، فنستعمل هذه العبارة. إذن فتصبح لنا إف فتحة لإكس تساوي مشتق الإكس هو واحد، مشتق الاثنان هو الصفر، مشتق هذه قلنا هو نفسه هذا لأن لم تتغير العبارة، بقيت هي. إذن تعطينا، إذن مشتق هذه أو هذا يبقى دائم مشتقه اللي هو ناقص واحد على إكس ناقص واحد الكل مربع. هنا لا يمكن أن نقول سالب لأن هذا موجب والآخر سالب، بينهما يوجد الصفر، معناه لا يمكن الحكم مباشرة على الإشارة. ما علينا إلا أن نكمل بتوحيد المقام، تصبح لنا F فتحة لإكس تساوي المقام المشترك هو إكس ناقص واحد الكل مربع. إذن فتصبح لنا واحد في إكس ناقص واحد الكل مربع ناقص واحد، فتصبح لنا هنا ما علينا إلا أن ننشر يا أبنائي، تصبح لنا إكس مربع ناقص اثنان إكس زائد واحد ناقص واحد على إكس ناقص واحد الكل مربع. يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا إف فتحة لإكس تساوي، تعالوا نستخرج من هنا الإكس كعامل مشترك، فأصبح لنا إكس ناقص اثنان على إكس ناقص واحد الكل مربع. أذكركم بشيء، ألم أقول لكم إن المشتق لما حسبنا عند العدد المشتق عند اشتقاقية عند الاثنان بقيم أكبر، قلت لكم أن المشتق تنعدم عند اثنان؟ نعم إنها تنعدم. إشارة هذه العبارة هذا المقام هذا موجب تماما من مجموعة التعريف. يبقى لنا إشارة F فتحة من إشارة ماذا؟ من إشارة X في X ناقص 2. لاحظوا جيدا، هذه القيمة تساوي الصفر إذا كان X يساوي الصفر أو X ناقص 2 يساوي الصفر، أي X يساوي كم؟ يساوي 2. هنا علينا أن نستعمل جدول إشارة بسيط ثم نقوم باتحاد الجدولين. لاحظوا إذا قلنا هكذا أبنائي، لاحظوا عندنا x من ناقص ما لا نهاية ثم نأخذ المجال الذي نحتاجه إلى الزائد ما لا نهاية، عندنا x ينعدم عند صفر هكذا، وعندنا إشارة جداء لأن إشارة هذا في هذا، وعندنا x ناقص 2 تنعدم عند الاثنان ننزل. إذن أولا عندنا هنا نفس وهنا عكس، إذا نزل هذا هنا وجد هنا زائد لا دخل له فيه، هنا نفس وهنا عكس لأن هذا ينزل مباشرة كما أشير. يصبح لنا الجداء هو اللي هو X في X ناقص 2، الناقص في الناقص يصبح لنا زائد، والزائد في الناقص يصبح لنا ناقص، وهنا تنعدم ركزوا معي، وهنا كذلك تنعدم ركزوا معي. الجداء لم نتحدث بعد، تحدثنا عنها تلك العبارة، لم نتحدث عن المشتقة. والزائد في الزائد هو الزائد، انظروا جيدا. الآن معناه المشتق في المجال الذي نحن نعمل فيه، المشتق في المجال قلت الذي نحن نعمل فيه سوف تكون إشارتها كالتالي. لاحظوا كيف تكون يا أبنائي حتى لا تختلط عليكم الأمور، لأن فرق بين إشارة عبارة وإشارة مشتق شيء آخر. إذا لاحظوا جيدا، إذا قلنا هذا هو جدول الإشارة لكن في المجال الذي نحن نعمل فيه اللي هو X ينتمي من الاثنان إلى غاية الزائد ما لا نهاية، من الاثنان إلى غاية الزائد ما لا نهاية، من الاثنان إلى غاية الزائد ما لا نهاية هو المجال فقط الذي نحتاجه، يعني هذه الجهة لا نحتاجها. إذن إذا قلنا هنا X هنا الاثنان وهنا الزائد ما لا نهاية، قلنا أن الدالة غير قابلة للاشتقاق، إذن هنا هكذا نفعل لأن غير قابلة للاشتقاق يعني F فتحة لX، إذن أين تنعدم؟ انعدمت عند الاثنان لكن غير قابل للاشتقاق، تبقى لنا الإشارة إلا هذه، أما هذه تلغى لأن نحن نحتاج هذا المجال فقط، فنقول زائد، أي الدالة F متزايدة تماما على ماذا أبنائي؟ على المجال اللي هو من الاثنان إلى الزائد ما لا نهاية. الآن نأتي إلى جدول تغيرات الدالة F، نتابع. إذن وقبل هذا نستخلص، نقول ونستخلص مما سبق أن ماذا؟
أن الدالة إف كيف هي؟ لاحظوا جيدا، متناقصة تماما على المجال. ما هو أبنائي؟ على المجال من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد، اتحاد من الواحد إلى اثنان، ومتزايدة، متزايدة تماما على المجال. ما هو أبنائي؟ من الاثنان إلى غاية الزائد ما لا يكفي الاثنان. قلت مفتوح لأن الدالة غير قابلة للاشتقاق. فالآن بعد ما أكملنا مع ذلك، يمكن الآن أن نجري جدول تغيرات الدالة F. نكتب هنا جدول تغيرات الدالة F. هنا نرسم جدول يا أبنائي ونقوم بملئه، وهو ملخص كل ما قمنا به من قبل. لاحظوا جيدا، إذا هنا هكذا، هذا جهة محور الفواصل، وهنا جهة المشتقة، والجهة الأخرى اللي هي جهة محور الصور. لاحظوا أبنائي هكذا كي تتعلموا. إذا عندنا هنا إكس من ناقص ما لا نهاية، عفوا، إذا قلت من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الواحد، الواحد الدالة كيف هي؟ غير معرفة، منطقة مثل ما نقول منطقة محرمة، يعني هكذا، لأن لا يوجد صور للعدد واحد بالدالة F، حتى تفهموا لماذا نقول غير معرفة. وعندنا هنا الزائد ما لا نهاية. ونأتي الآن إلى F فتحة لإكس. F فتحة لإكس قلنا ماذا؟ قلنا من إلى غاية الاثنان، وهنا غير الدالة غير قابلة للاشتقاق، هكذا قلنا من هنا متناقصة ومن هنا متزايدة لما ورد هنا. انظروا جيدا في هذا النص. الآن نأتي الآن إلى ملأ جهة الصور اللي هي F لإكس. ما علينا إلا الملأ، متناقصة معناه هكذا، ومتناقصة معناه هكذا، ومتزايدة معناه هكذا. ماذا وجدنا في ما يخص النهايات؟ وجدنا أبنائي هنا زائد ما لا نهاية، وهنا كذلك وجدنا زائد ما، يعني لا يوجد تناقض، وبقيم أقل الواحد وجدناها ناقص ما لا نهاية، لا يوجد تناقض، وهنا وجدنا زائد ما لا نهاية، وصورة الاثنان وجدناها أنها واحد. هذا هو جدول تغيرات الدالة F يا أبنائي فقط. نأتي إلى السؤال الذي بعده، قال أكتب معادلات مستقيمات مقاربة للمنحني سي. لاحظوا عندنا أولا نقول كعنوان المعادلات المستقيمات المقاربة. معادلات المستقيمة المقاربة عندنا أولا، عندنا إكس يساوي، ذكرته، إكس يساوي واحد مستقيم مقارب كيف هو؟ عمودي. وعندنا شيء آخر، لكن عليكم أن تتابعوا معي. لاحظوا الآن إلى جدول التغيرات، ها هو أمامكم، وانظروا وانتبهوا معي أرجوكم. لاحظوا لما حسبنا النهاية عند الناقص ما لا نهاية كم وجدناها؟ وجدناها زائد ما لا نهاية، معناه هنا يمكن احتمال مستقيم مقارب مائل. ركزوا، نقول لدينا ماذا؟ لدينا ليميت اللي هي هنا بقيم أقل، بقيم أقل، ها هي العبارة، انظروا جيدا، اللي هي ناقص إكس زائد اثنان زائد واحد على إكس ناقص واحد. لما الإكس آل إلى ناقص ما لا نهاية أعطت لنا زائد ما لا نهاية، نقول أعطت لنا، قلت زائد، تابعوا جيدا أرجوكم، زائد ما لا نهاية، ولدينا، انظروا، لدينا ليميت واحد على إكس ناقص واحد. لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، هذه معناه أعطت لنا كم؟ صفر. أعطت لنا كم؟ صفر. فتقول القاعدة إذا كانت عندنا ليميت أ إكس زائد بي زائد أش لإكس، هكذا، هذه قاعدة، لما إكس يؤول إلى ما لا نهاية، لا يهم الزائد ما لا نهاية أو الناقص ما لا نهاية، لما نفعل القيمة المطلقة معناه الزائد ما لا نهاية، تساوي لنا كذلك ما لا نهاية، وليميت، هذه قاعدة، وليميت أش لإكس لما الإكس يؤول إلى ما لا نهاية، لا يهم الزائد أو الناقص، تعطي لنا صفر. مثل ما هذه أعطت لنا كم؟ أعطت لنا هذه صفر، فيكون بالقاعدة هذا مستقيم مقارب، يعني هذا
مستقيم مقارب مائل، هذه احفظوها دائما، لكن هنا تكون عبارة مستقيم ليس معادلة من درجة ثانية أو. فنقول ومنه دالتا فتحة ذو المعادلة إي جراج يساوي ناقص إكس زائد 2 مستقيم مقارب مائل لكن بجوار الناقص ما لا نهاية. يا أبنائي بكل بساطة بجوار ماذا؟ الناقص ما لا نهاية، وأكرر. الآن بنفس الخطة مع الزائد ما لا نهاية كذلك عندنا كذلك ليميت، ليميت عند الزائد ما نختار هذه العبارة اللي هي إكس ناقص 2، لاحظوا جيدا قلت إكس ناقص 2 زائد 1 على إكس ناقص 1، لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى زائد ما لا نهاية، أعطت لنا هذه زائد ما لا نهاية لكن هذه أعطت لنا صفر، فيصبح هذه قاعدة، هذه اللي هو ومنه دالتا معادلته إي جراد يساوي لنا هذه العبارة اللي هي عبارة مستقيم إكس ناقص 2 مستقيم مقارب مائل لكن بجوار الزائد ما لا نهاية، هذه قاعدة احفظوها. إذا وجدتم عبارة مكتوبة مثل هذا وهذه نهاية عند ما يساوي صفر فاعلموا أن إي جراج يساوي لنا هذا العدد اللي هو أ إكس زائد بي، إي جراج يساوي لنا أ إكس زائد بي هو مستقيم مقارب كيف هو؟ مائل، تبقى بجوار زائد ما لا نهاية أو الناقص ما لا نهاية فقط. الآن أبنائي بعد ما أكملنا مع هذا السؤال يمكن كذلك أن نتحدث مثلا عن الوضعية، يعني وضعية كل واحد لحتى يعني يساعدهم، لأن في البكالورياتكم حدد الوضعية، إلا أن هذا التمرين كان يعني فيه أسئلة مختزلة فنريد نقول وضعية، لاحظوا وضعية أولا نأتي إلى دالتا الذي معادلته إي جراج يساوي قلنا إكس ناقص 2، نقول ندرس إشارة الفرق بين ماذا؟ بين اف لإكس عفوا اف لإكس ناقص إي جراج على المجال. أولا نتحدث عن المجال اللي هو ماذا؟ اللي هو من ماذا؟ بكل بساطة المجال يكون من ناقص عفوا من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية فقط. فنقول اف لإكس اف لإكس ناقص إي جراج تساوي، هنا بما أن قلنا من الواحد إلى الزائد نأخذ ماذا؟ نأخذ هذا العبارة، ركزوا لاحظوا جيدا أبنائي، هنا بالعكس نأخذ من الاثنان، يعني نأخذ هذه العبارة حتى تفهموا، يعني نعتذر فقط، اللي هو إكس ناقص 2 زائد 1 على إكس ناقص 1 ناقص دالتا، رانا قلنا دالتا ها هي معادلته، يصبح لنا ناقص إكس زائد 2، يذهب هذا مع هذا مع هذا مع هذا، فتبقى لنا 1 على إكس ناقص 1. إشارة هذه العبارة من إشارة المقام، يعني هكذا إذا قلنا أنه هنا من هو اللي هي واحد على إكس ناقص واحد، انظروا جيدا عندنا هنا واحد تنعدم عند واحد لكن العبارة غير معرفة، فأصبح لنا من هنا ناقص ومن هنا زائد فقط. إذا هنا ماذا نقول في هذه؟ نقول اكتب هنا الوضعية، في الوضعية لاحظوا أبنائي نقول هنا تبقى دائما العبارة غير معرفة، نقول هنا C يقع فوق ماذا؟ تحت، يا عفوا عفوا لأن الناقص معناه تحت، C يقع تحت أو أسفل دالتا، وهنا C يقع فوق ماذا؟ فوق دالتا، يعني المجال هنا يهمنا إلا الواحد فقط. نأتي كذلك الآن وضعية ماذا؟ إلى الوضعية الثانية اللي هي وضعية أبنائي وضعية دالتا فتحة كذلك، هنا ندرس قلت ندرس إشارة ماذا؟ إشارة الفرق بين ماذا؟ بين اف لإكس ناقص إيكلاك على المجال اللي هو من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد من اتحاد من مثلا إلى الواحد إلى زائد إلى الاثنان، لكن نحن ما يهمنا لاحظوا جيدا، إذا تصبح لنا f لإكس ناقص y تساوي لنا ناقص x زائد 2، نأخذ العبارة الثانية للدالة، زائد 1 على x ناقص 1
ناقص عبارة الدالتا فتحة لو تتذكرون، قلنا الدالتا فتحة معادلته هي ناقص إكس زائد 2، لما ندخل عليهم الناقص تصبح لنا هنا إكس ناقص تصبح لنا زائد، عفوا قلت ندخل عليهم الناقص تصبح لنا زائد إكس ناقص 2، يذهب هذا مع هذا مع هذا، فتبقى لنا العبارة هي 1 على إكس ناقص 1 بنفس الخطة أبنائي. هكذا عندنا هنا الإكس من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما يركز فقط حتى تعلم 1 على إكس ناقص 1، إذا تنعدم عند الواحد لكن العبارة غير معرفة، فتبقى لنا من هنا زائد ومن هنا ناقص فقط، لأن إشارة من إشارة المقام، لأن البسط تحدثنا أن الواحد مجرد عدد موجب، هنا الوضعية. هنا كذلك هكذا نقول سي يقع أسفل دالتا، وهنا سي يقع فوق دالتا فقط بهذه البساطة. بعد ما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى نظرية القيم المتوسطة. قال أثبت أن المعادلة f لx تساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا محصور ما بين صفر ونصف. إذا هنا بكل أكيد هنا نظرية القيم المتوسطة، لاحظوا صفر ونصف، إذا قلنا ها هو صفر وها هو نصف، هو نعم هنا يوجد أكيد ما بين الصفر والنصف، علينا أن نحسب شيء. لاحظوا جيدا، نقول أولا البرهان أن المعادلة f لx تساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا، هذا الألفا ينتمي من الصفر إلى النصف. أولا ننظر إلى الدالة في المجال من الصفر إلى النصف من هنا إلى هنا، انظروا كيف هي حالتها. نقول الدالة f مستمرة ومتناقصة تماما على المجال، ما هو؟ على المجال من الصفر إلى النصف، هذه أولا. وماذا؟ ونحسب f لصفر، نحن نملك الدالة اللي هي هي f لإكس تساوي أن القيمة المطلقة لإكس ناقص 2 زائد 1 على إكس ناقص 1. نعوض أولا بالصفر، هنا صفر وهنا صفر، فماذا نتحصل يا أبنائي؟ نتحصل على ناقص 2، يعني هنا f لصفر تصبح لنا ناقص 2، والقيمة المطلقة تجعلها 2 لأن هنا بين القيمة المطلقة، القيمة المطلقة لناقص هنا هي الاثنان، ركزوا معي، وهنا عوضنا بصفر تصبح لنا 2 ناقص 1 وتساوي لنا كم؟ 1، إذا تساوي لنا 1. ونحسب f لنصف، هنا نصف وهنا نصف وهنا نصف، فماذا نجد يا أبنائي؟ فتصبح لنا f لنصف تساوي، نوحد هنا المقام تصبح لنا هنا 2 وهنا 4، تصبح لنا ناقص 3 على 4 بالقيمة المطلقة اللي هي 3 على 4، وهنا نوحد المقام هنا 2 وهنا 2، فتصبح لنا ناقص ماذا؟ ناقص نصف، تصبح لنا 1 زائد 1 على ناقص نصف، هذا ينقلب إلى هنا فتصبح لنا f ل 1 على 2 تساوي 3 على 4 ناقص 2، لأن هذا لما ينقلب تصبح لنا هنا ناقص 2 في 1 على ناقص 1 تصبح لنا ناقص 2، نوحد هنا المقام 4 وهنا 8، وتصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص 5 على ماذا؟ على 4، وهذه قيمة سالبة، إذا f لنصف يساوي لنا ناقص 5 على ماذا؟ على 4، على 4. إذا حسب نظرية القيم المتوسطة ماذا تقول القاعدة؟ يجب علينا تقول قاعدة نظرية القيم المتوسطة عليك أن تجد واحد موجب والآخر كيف هو؟ والآخر سالب، حتى يصبح الصفر ينتمي هنا بينهما، هذا موجب وهذا سالب، فماذا تقول القاعدة؟ تقول وبما أن الصفر ينتمي ليس بين الصفر والنصف، لا ما بين صورهم، يعني الصفر ينتمي من ناقص 5 على 4 والواحد هنا تعكس المجال، احذروا لأن الدالة متناقصة. نقول حسب مبرهنة القيم المتوسطة أن المعادلة f لإكس تساوي صفر تقبل حلا وحيدا
واحدا، الفا هذا الالفا ينتمي ما بين الصفر والنصف، هكذا هي امور تحفظ في الحقيقه فقط. وما هو التفسير البيان؟ نقول والتفسير، لان هنا نحتاجه هذا التفسير، والتفسير البياني لحل المعادله اف ل اكس تساوي الصفر هي فاصله، اسمعوا هذه الكلمه، هي فاصله تقاطع سي اللي هو المنحنى سي مع محور الفواصل، اي يقطعه يعني المنحنى يقطع محور الفواصل في الفاصلة الفا المحصورة بين ماذا؟ بين الصفر والنصف، ما بين الصفر والنصف، يعني إذا قلنا هكذا مثلا نتابع. إذا قلنا أبنائي أنه مثلا المنحنى إذا ما كان مثلا مار هكذا، هذه هي في هذا المكان نسمي ألفا، حتى تفهمها هكذا يا أبنائي، هذه هي نظرية القيم المتوسطة. الآن دائما لما يقول اف لي اكس يساوي نصير، يعلم أن التقاطع مع محور الفواصل. نأتي الآن إلى الرسم، هنا في الرسم علينا أن نكون دقيقين. عندنا أولا علينا أن نرسم ماذا يا أبنائي؟ نرسم المماسات، نرسم المستقيمات المقاربة هكذا، ثم ننطلق رويدا. المستقيمات المقاربة عندنا ها هو واحد، اللي هو قلنا إكس يساوي كم؟ إكس يساوي واحد، إكس يساوي واحد، ها هو انظر، ها هو إكس يساوي واحد، ونكتب هنا إكس يساوي واحد. وعندنا دالتا، لو تتذكرون ما هي معادلته، قلنا أنها إيغريك يساوي لنا إكس ناقص اثنان. نستعمل هنا الجدول، تلك الجدول المساعد الذي تعرفونه منذ المتوسط، اللي هو إكس وإيغريك. إذا أعطينا لهذا صفر فالآخر يأخذ ناقص اثنان. إذا أعطينا مثلا للإيغريك، للإيغريك نعطي له صفر، أعطي لهذا مثلا صفر، ونقول هذا إلى هنا، فماذا يصبح؟ فيصبح الإكس هو اثنان. ثم نقوم بعملية ملء. النقطة الأولى إذا سميناها أ وهذه ب. النقطة أ صفر ناقص اثنين، قلت صفر مع ناقص اثنين ها هي واحدة، والأخرى اثنان مع صفر، اثنان مع صفر ها هي. ثم نأتي للربط ما بين تلك، عفوا استعمل مسطرة، ثم نأتي هكذا. هذا ما هو يا أبنائي؟ هذا ما نسميه دالتا. انظروا جيدا، إذا هذا دالتا. نأتي الآن إلى دالتا، دالتا فتحة، دالتا فتحة قلنا معادلته هي إيكغيك يساوي ناقص إكس زائد اثنان. معناه لو نستعمل الجدول المساعد إكس وإيكغيك، إذا أعطينا لهذا صفر فالآخر يأخذ اثنان، إذا أعطينا للإيكغيك اثنان الآخر يأخذ ناقص اثنان، يعني نحو المعادلة فقط. صفر اثنان، صفر قلت اثنان ها هي، ناقص اثنان، لاحظوا جيدا، إذا قلت هنا نعتذر، إذا أخذ هذا الصفر فننقل هذا، ننقل إلى الإكس مثلا، ننقل إكس إلى هنا، لما ننقل إكس إلى هنا فيصبح أن إكس كم يساوينا اثنان، نعتذر هنا زائد اثنان، معناته تكون النقطة هي هذه. ثم نقوم بعملية الربط ما بينهما هكذا، كما لاحظوا جيدا، كما أشير يا أبنائي فقط هكذا، لاحظوا جيدا، ونسميه دالتا فتحة، نسميه دالتا فتحة بكل بساطة. عندنا كذلك أنصاف، لأن تحدثنا عن الاشتقاقية حسبناها عند x صفر يساوي لنا اثنان، وقلنا أن f لاثنان لو تتذكرون وجدناها كم؟ وجدناها واحد، معناه إحداثية النقطة هذه اللي هي سي واحد اثنان واحد، اثنان مع واحد اللي هي هذه نقطة. وجدنا عندها مماس تي، لو تتذكرون معادلته إيغريك يساوي لنا واحد، إيغريك يساوي واحد، معناه يأتينا بهذه الوضعية، انظروا يأتينا هكذا كما أشير، هذا بقيم أكبر. بقيم أصغر لو تتذكرون ماذا وجدنا؟ وجدنا يا أبنائي
التي فتحة معادلته هو إيكغراك يساوي ناقص 2 إكس زائد 5. نستعمل الجدول المساعد اللي هو إكس وإيكغراك. إذا أعطينا للإكس صفر الإيكغراك يصبح لنا 5، وهذا عدد كبير جدا لا يخرج لنا هنا فيه. نعطي له مثلا، نعطي للإكس 2، عوض هنا بالإثنان تصبح لنا ناقص 4 زائد 5 اللي هو كم؟ 1. نعطي كذلك مثلا، نعطي له 3، الإكس نعطي له 3 تصبح لنا ناقص 6 زائد 5 اللي هي كم؟ ناقص 1. إذا النقطة الأولى اللي هي 2 1، قلت 2 مع 1 ها هي كما أشير. والنقطة الثانية اللي هي 3 مع ناقص 1، 3 مع ناقص 1 هنا. ثم نأتي الآن أبنائي لي نرسم ذلك، فيكون لو نأتي هكذا ونربط، لكن هو بما أنه نصف مماس معناه نحتاج الجهة هذه فقط، نحتاج هذه الجهة هنا ليكون نصف مماس هكذا. إذا مماس أفقي ومماس له الميل ناقص 2. ثم بعد ما أكملنا كل هذه الحالات نأتي لتعيين قيمة الألفا. قلنا كذلك أن الألفا محصورة ما بين النصف والصفر. إذا ما بين النصف والصفر مثلا لتكون في هذا المكان هذه هي الألفا. هذه هي القيمة ماذا؟ القيمة ألفا. وعندنا كذلك إف لصفر وجدناها كم؟ 1. لما الإكس يأخذ صفر هي تكون هنا. ثم نأتي الآن بالوضعية، الوضعية تحدثنا عليها. فيصبح لنا لاحظوا يأتي هكذا لينزل إلى هذا الجدار. هنا كان بالقرب من ماذا؟ من دالتا فتحة. ثم ينزل هكذا كما أشير. فيصبح يا أبنائي هكذا، انظروا جيدا، يمر على هذه النقطة ثم على الألفا متجها نحو تلك الجدار هكذا. وكذلك من هنا يكون من هذه أو مستقيم مقارب. لاحظتم هذا الجزء الأول. الجزء الثاني عندنا نقطة الزاوية التي تحدثنا عليها، فيكون من هنا هكذا ثم يعيد الصعود مرة أخرى إلى دالتا، إلى دالتا. فيكون من هنا ليس هكذا، لا، علينا أن نحترم المماس، معناه يأتي من في هذه الوضعية. ركزوا ركزوا، سوف نتخذ وضعية صحيحة هكذا أبنائي. في الأصل هو من الفوق وينزل، لكن نتخذ الوضعية التي تساعد أيدينا. ثم هكذا من هنا يأتي، لاحظوا من هنا هكذا جاء من الفوق ثم ينزل هكذا ثم يتجه هكذا. لاحظوا هنا بما أن يأتيكم مماس أفقي معناه هكذا، هكذا الرسم، إلا أنه هنا يعني علينا أن نحترم أكثر، هنا علينا أن قلت أن نحترم أكثر. ألو هكذا نقترب من هنا، ونحن تعلمون أن هذه يد يا لا يمكن أن يعني تكون مضبوطة 100%. هذا علينا أن نعلم أن المنحنى يرسم باليد، لا يمكن أن يقول أحد يا أستاذ هكذا لأنه يرسم باليد. سوف نريكم ذلك بما نسميه البرنامج، سوف تلاحظه يقرب إليه. ونقول هذا سي أو سي أف فقط. الآن بعد ما أكملنا مع هذا الجزء يا أبنائي نأتي إلى الجزء الآخر. ها هو الآن عندنا الرسم بالبرنامج، إلا أنه هنا ينقصنا مستقيم المقارب العمودي، ها هو أمامكم، اللي هو إكس، إكس يساوي 1. ها هي الألفا، لا تتذكرها، ها هي ألفا، هذا دالتا، وهذا دالتا فتحة. قال ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي آم عدد حلول المعادلة. نتابع جيدا. إذا نتابع. دائما فيه الطلبة كثيرين لما يروا كلمة مناقشة بيانية يفرون منها ويقول يا أستاذ صعبة. يا أبنائي هي أسهل شيء إذا كان المنحنى والرسم صحيح. أول شيء يجب علينا أن يكون المنحنى صحيح. أولا نأتي إلى هذه العبارة، انظروا جيد، التي أعطيت لنا هذه معادلة، ونأتي إلى عبارة الدالة. ها هي ماذا تقول القاعدة؟ وركزوا معي أرجوكم، يعني احفظوها كفي أفكار. تقول القاعدة من هذه العبارة للمعادلة التي تعطى هنا عليك أن تصل إلى عبارة الدالة F، هذه عليك أن تصل
إلى هذه العبارة تساوي شيء فيه آم، لا يهم هذا الشيء، لا يهم مهما كان. المهم من هذه العبارة عليك أن تجد عبارة الدالة تساوي شيء، لكن هذا الشيء يكون فيه آم، لا يهم ما يهمه. تعالوا ننطلق من العبارة. ما رأيكم أبنائي لو نلاحظ هنا دائما قارنوا ما بين العبارة هذه، هنا القيمة مطلقة، هنا القيمة مطلقة، يعني لا نغير شيء. المقام هنا x ناقص واحد، هنا x ناقص واحد، يعني الأمر أصبح يقترب إلى النجاة. ركزوا، ما رأيكم لو نأتي ونقول x ناقص 2 زائد، تعالوا نفكك هذا لوحده، انظروا، لأن تفكيك المقام، يعني تصبح لنا واحد على x ناقص واحد ناقص هذا، انظروا جيدا، لأن عندنا ناقص، ها ولو كان زائد لقلت زائد، ناقص آم في x ناقص واحد على x ناقص واحد ما زالت تساوي صفر. ما هو الأمر؟ أظن أن هذه هي نفسها الـ f لـx، هي ظهرت، جزء منها ظهر مباشرة، يعني أصبحت f لـx ناقص، ما رأيكم لو نختزل هذا معها؟ ناقص ماذا بقي لنا؟ بقي لنا آم تساوي صفر. ما رأيكم لو ننقل هذا إلى هنا؟ فتصبح آف لإكس تساوي شيء فيه آم، ها هو آم. حتى يقول أحدكم يا أستاذ قلت شيء فيه آم، حتى ولو وجدنا آم مربع، حتى ولو وجدنا آم إكس زائد ثلاثة، حتى ولو وجدنا آم إكس زائد آم، حتى المهم حتى ولو وجدنا اف لاكس تساوي اف لام، المهم قلت عليك ان تجد اف لاكس تساوي شيء فيه ام، لا يهمك ما هو هذا الشيء. لكن نحن في حالتنا هذه قلت لا تجد اف لاكس تساوي ام، لا، شيء فيه ام. افهموا الفكره، لا تقول تساوي ام، شيء فيه ام، لا يهمني ام مربع 2 زائد ام 5 مربع، المهم 3 اكس زائد ام، المهم انا لا يهمني، يهمني عباره الداله تساوي ام، تساوي شيء فيه ام. ها هي العباره الان، لان فيه مرات في البكالوريا جاءت هذه اف لاكس تساوي لنا ام زائد اكس، جاءتنا مثلا جاءتنا تساوي لنا اف لام، جاءتنا تساوي القيمه المطلقه لام، جاءتنا تساوي لنا لوغاريتم آم، المهم جاءت قيم كثيرة وكثيرة وكثيرة. لكن تقول القاعدة إذا عرف السبب بطل العجب، يعني إذا عرفنا السبب أو الفكرة الأولية لحل هذه الأسئلة لا نخاف منها أبدا. الآن بعدما وجدنا هذه آف لإكس تساوي آم هي نفسها ماذا؟ هي نفسها هذه العبارة، لأن لم نفعل شيء. الآن نقول هنا ننطلق كتفسير بياني لأن المناقشة هي، نقول حلول المعادلة f لإكس تساوي m هي نفسها هذه، نفسها هي، احفظوا هذه الجملة، هي فواصل، هي الفواصل، لأن الحلول تكون على محور الفواصل، هي فواصل نقاط تقاطع c المنحني c اللي هو هذا باللون الأزرق مع محور، مع محور، هل نقول مع محور؟ لا، ليس محور، مع المستقيم، المستقيم ذو المعادلة، ركزوا معي، المستقيم ذو المعادلة، ما هي المعادلة؟ المعادلة هنا ضعوا y فقط، أي شيء تجدونه في مكان الـ f x ضعوا y فقولوا y يساوي m. أي شيء وجدتمه هنا لا يهمكم، ضعوا هنا في مكان الـ f لـ x ضعوا الـ y. إذا نقول ذو المعادلة y يساوي m في حالتنا هذه، لو كان m مربع لقلنا y يساوي m مربع. إذا حلول المعادلة f لـ x تساوي m هي فواصل نقاط تقاطع c مع المستقيم ذو المعادلة، ليس محور الفواصل لهم يحزنون، ذو المعادلة y يساوي m. الآن كيف هي وضعية هذه المناقشة؟ يعني هذا المستقيم هل هو يمشي أفقي أم مائل؟ أم له نقطة واحدة ويدور؟ تقول القاعدة إذا نحن نملك أن كل معادلة لمستقيم تكتب هكذا، أي مستقيم تكتب معادلته AX زائد B، AX زائد B، هنا أولا لا يوجد لنا الإكس أصلا،
في هذه العبارة التي وجدناها. لا يوجد لنا x، كأنما هنا بالمطابقة ماذا يحدث؟ يحدث أن y أصبح يساوي b، يعني ماذا؟ ويساوي لنا am، يعني في مكان ال b هو الام، ال b هو الام. وماذا لو نرسم المستقيم؟ ماذا يمثل لنا دائما ال b؟ ال b يمثل نقطة أو ترتيبة، هكذا حتى تفهموا، ترتيبة تقاطع المستقيم y يساوي لنا ax زائد b. إذا يمثل لنا ترتيب التقاطع المستقيم ax زائد b مع محور التراتيب دائما. هذه قاعدة، إذا كان هكذا فهذا المستقيم مثلا يكون هذه النقطة هي b، هذه النقطة هي b، هذه النقطة هي b، دائما هي نقطة التقاطع، هي الترتيبة. إذا هنا هذا المستقيم كيف وضعيته؟ بما أن لا يوجد فيه الإكس، هذا المستقيم لا يوجد فيه، فاعلم أنه مساره يكون مسارا أفقيا، مسارا حتى ولو وجدنا هكذا f لإكس تساوي لنا مثلا آم مربع زائد 3 آم ناقص 5، هذه أفقي لأن لا يوجد، حتى ولو وجدنا f لإكس تساوي f لآم، يعني دالة مرتبطة بآم، فاعلموا أنها مناقشة أفقية بكل بساطة، يعني لا تحتاروا لذلك. حتى وجدناها هكذا في مكان عبارتنا x ناقص m ناقص 2 زائد 1 على m ناقص 1، فاعلموا هذه أنها مناقشة أفقية لأن لا يوجد الx أصلا. إذن هذه مناقشة أفقية. إذن في هذه المناقشة الأفقية الوسيط يتغير على محور ماذا؟ الوسيط يتغير، قلت، على محور التراتيب، قيم الأم تكون على هذا، أما الحلول فتكون على هذا، احفظوا هذه الأشياء، الحلول على محور الفواصل والتقاطع مع محور التراتيب. المستقيم كيف يكون؟ سوف أريكم المستقيم الذي سوف نناقش به، ها هو المستقيم الذي نناقش به، ذو المعادلة y يساوي m، سوف نكتبه أفضل، تساوي نقول m، هذا هو المستقيم الأفقي الذي ينطلق. ونحن قلنا y معناه الأمر متعلق بمحور التراتيب، لأن الأمر y، كلمة y معناه محور التراتيب، ها هو أمرك. من أين ينطلق نحن الـ y؟ y أكيد محور التراتيب ينطلق من ناقص ما لا نهاية ويصعد إلى زائد ما لا نهاية، هذا لا جدال فيه. إذا ما من أين ننطلق؟ y ينطلق من هنا ويبدأ بالصعود، انظروا جيدا، ها هو بدأ بالصعود. هذا الـ y هو نفسه الآن هنا كم؟ هو نفسه m، يعني ما يأخذه الـ y يأخذه m، اعلموا هذه النقطة. في هذه الحالة ليس يوجد حالات كثيرة، لكن y يساوي m، ما يأخذه y يأخذه m. إذا هنا أبنائي لاحظوا جيدا، نقول m لأنه هو ناقش حسب قيم m، m ينطلق من ناقص ما لا نهاية ويبدأ بالصعود، انظروا جيدا، يبدأ بالصعود، لما نجد وجه اختلاف نتوقف. الآن ها هو بدأ بالصعود، كم يقطعه؟ يقطعه في ها هي نقطة، ها هي التي يقطع فيها في فاصلة واحدة، تعالوا نسقط هكذا. في بالنسبة إلى محور الفواصل، هذه الجهة الموجبة وهذه الجهة السالبة، هو سقط في الجهة ماذا؟ في الجهة ماذا؟ الجهة الموجبة. إذن الجهة الموجبة ها هي، إذن حلا وحيدا، ما زال حلا وحيدا، كيف هو؟ موجب. إذن يقطعه مرة واحدة، معناه حل واحد، حل واحد يأتي في الجهة الموجبة، نقول موجب، حل واحد، حل واحد، حل واحد، انظروا ما زال حلا واحدا، موجبا 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 موجبا، انظروا جيدا بأم عينيكم، موجبا ما زال حلا موجبا حلا موجبا إلى غاية هذا المكان نتوقف، لأن انطلقت أصبحت حلان، ها هو واحد والآخر هنا. نقول آم ينتمي من ناقص ما لا نهاية، انطلق الآم من هنا حتى إلى هذا المكان، كم؟ كم يا أبنائي؟ هو واحد مفتوح للمعادلة حلا واحدا، كيف هو؟ موجبا، يعني سقط في الجهة الموجبة بالنسبة إلى محور الفواصل. الآن هنا في هذه النقطة كم يكون الآن؟
آم يكون يساوي واحد. كم يوجد لنا من هل؟ كم يوجد لنا من تقاطع؟ ها هو واحد سقط عند الصفر، وها هو الآخر سقط عند ماذا؟ عند ماذا سقط؟ سقط عند الاثنان. يعني نقول آم يساوي لنا واحد للمعادلة حلان، إكس يساوي صفر وإكس يساوي اثنان، هكذا حتى تفهموها، إكس يساوي صفر وإكس يساوي لنا اثنان. ثم الآن نكمل المسير، لاحظوا ها هو المستقيم أصبح يكمل المسيرة، كم يقطعه يا أبنائي؟ انظروا بأم أعينكم، انظروا بأم أعينكم، ها هو واحد كيف هو؟ سالب، وها هو واحد كيف هو؟ موجب، وها هو الآخر كيف هو؟ موجب. يا ترى إلى غاية ماذا؟ إلى غاية ماذا لو يكمل هذا بهذه الحالة؟ لو نلاحظه إلى غاية الزائد ما تبقى نفس الحالة، حلان موجبان وآخر كيف هو؟ وآخر سالب. إذا نقول آم ينتمي من الواحد مفتوح لأن الواحد انتهى دوره، ها هو الواحد، إلى غاية الزائد ما لا نهاية للمعادلة اف لإكس تساوي آم ماذا؟ ثلاث حلول، اثنان نقول حلان موجبان تماما، وحلا سالبا تماما، يعني مهما كان لا ينعدم. هكذا أبنائي قد أنهينا المناقشة البيانية من هذا النوع، يعني المناقشة الأفقية هكذا، وانطلقنا رويدا رويدا، يوجد حل تقاطع حل 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 إلى غاية هنا، هنا جاء حلان نتوقف، هنا ثلاث حلول ونكمل المسير. لكن لو جاءنا مثلا هكذا، انظروا جيدا، لو جاءتنا مثلا اف لإكس مثلا تساوي لنا ام على اثنان، هنا لا نقول، هنا تصبح لنا معادلة المستقيم هي إيكغيك يساوي لنا ام على اثنان، ومنه ام ماذا يصبح يساوي؟ بجداء الطرفين في جداء الوسط يصبح لنا ام يساوي لنا اثنان إيكغيك، معناه أي قيمة يأخذها الإيكغيك نضربها في اثنان، مثلا هنا الإيكغيك كم يكون في هذا المكان؟ يكون واحد، فالآم لا نقول يساوي الواحد، الآم نقول يساوي لنا اثنان، لأن القيمة التي يأخذها الإيكغيك علينا أن نضربها في اثنان، أي قيمة كانت يأخذها إيكغيك نضربها نحن في اثنان. بهذه البساطة المطلقة أبنائي أظن قد فهمت، يوجد لنا مناقشات اكتبوا على قناتنا في اليوتيوب المناقشة البيانية، سوف تجدون عدة حالات أكثر من 10 حالات. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أرجوكم ألا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية كي نكمل معكم المسير إلى آخر ليالي من ليالي البكالوريا 2016، وأرجوكم أن تترحموا على روح أمي الطاهرة لأن تحتاج إلى ذلك، ويمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.